يعني راحت ابو اشرف. ايام راحت. بتحن لها ابو اشرف ايام ذيك؟ بتحن لها؟ اه طبعا بحن لها وبتذكرها، يعني ايام حلوه جدا. نعم. حلوه جدا يعني. انا بتذكر انا هو الناس ما كان زي الحين في سيارات في كذا، كانت يعني تعتمد على صحتها. نعم. ابو احمد ابو اشرف. مين ابو احمد؟ أبو يعني كان الله يرحمه أبوي كان يشتغل أشغال شاقة، كان يعتمد على كان عتال، كان يعتمد على صحته، يعني في صحة هيشتغل، يوم بمرض خلاص ما في حدا، ما في أكل ما في شرب. يعني بتذكر أخذني معاه مرة، طلعت معاه على اساس ولد صغير جاهل يعني، طلعت معاه فكان يشتغل مع المعايا في الحبوب يحط العباه. فيوم من الايام لزقت فيه قلت له يا بدي تاخذني معاه، قال لي يابا في هسس في كذا في الحصيده هسه بتتعب من راح يعتل، قلت له لا بدي اروح معه. فطلعت معه، طلعت معاه نزلنا على راس العين محل النافوره، هاي كان محلات حبوب كلياتها، كان في واحد المعايع اسمه هناك كان يشتغل هو احمد عمي عبد الله خليل عنده. ف تيجي الطلبيه بده يروح يحمل على اساس يعتل على ظهره قمح من ورا الحصاد من الارض. فطلعنا سيارة من الكبار هذول المرسيدس البوز، بقى سيارات بوز زمان. اتفق على قرش عتاية على الشوال تحميل وتنزيل. فقال له هناك صاحب المحل، قال له هات لك واحد يرد عليك الكيس لأنه كيس الخط أحمر ثقيل. قال له لا أنا بدي أطلع لحالي مشان يوفر الأجار. الله اكبر. مشان يوفر الاجار طلع لحاله حمل سياره ست روس، حملها قمح كان عسقالي يقطع وحملها. القميص كان كل يوم يشتري قميص تمزع من الاعتاله اضاءه. تحميل وتنزيل قرش الشوال. طلع الصبحيات روح اخر النهار 4 دنانير مبلغ في الوقت هذا كان. يعني في الوقت هذاك كان اللي معاه يعني 4 دنانير بتحكي قاعد في مبلغ كبير. فبطلع عليه في كيس حاطينه على القبان، كيس قمح. دار ظهره عليه وحمله، بقول له شو هذا؟ قال لي هذا إنا للدار. والله حمله على كتفه ومسكني بيدي وقال لي، وظلينا مروحين من البلد لجبل النظيف وحامل الكيس على ظهره. فيش بكمات. حامل الكيس على ظهره توصل الدار وفات على المطبخ وحطه عند خواته وغاد. قال هاي هيك صار سته. بقينا نطحن، ما كان في خبز تشتري من دكان خبز. بقينا ناخذ شويه قمح اللي تقدر تحمل لامي واروح انا وياها على المطحنه، كانت المطحنه في راس في هذا في شارع المصدار جنب المدرسه الاشرفيه. بقى تطحنهم ايش تسوي برغل ايش كذا. اما طحين قمح تعجن تخبز من القمح هذا كان يجيبه ابوي. كل بيت كان في الجبل هناك لازم يكون عنده قمح. حياتنا هيك كانت، ما في افران ما في. يعني تلاقي كل بيت بتلاقي هالنسوان مثلا حاملات الخرايط ورايحات يطحن على قد اللي يعني على قد حمولتها يعني تطحن تخبز لها 20 ريال 30 ريال واكلنا هيك كان. يعني ما في زي هسه كان في فقر. يعني ما كان يعني اللحمه زي تروح تشتري لحمه تشتري كذا. اللي ما كان في ثلاجات. ما كان في ثلاجات وكل شيء كان طازه. يعني كان يجي رحمه الله عليه رمضان اللحام هذا ابو عبد الله مثلا بده يذبح يجي على الجبل. رمضان الخضور. ابو عبد الحكيم. اه ابو عبد الله الخضور. كان يا سيدي هذا
يوم بده يذبح عشان تخف تخرب اللحم وكذا، انت قديش بدك؟ انا بدي رطل، انا بدي 2 كيلو، انت كذا يذبح معروف كل واحد وسطه عشان ما يضل شيء. يوم الجمعه يوم الخميس تقول والله عندنا ذبحه عجل، ذبحه كذا. نعم. فالحياه كانت بسيطه جدا. كانت في معاناة ومعاناة كانت. كان في معاناة طبعاً. شديد طبعاً. معاناة شديدة جداً. نعم. معاناة يعني خاصة بالشتوية هذول البراكيات بقى جديد يدفن علينا مية، وبتلاقي مثلاً البيت تخشيبة. الشوارع لبس. كلها لبس. ما في اسفلتات. ما في. يعني حتى الحمام. يعني حتى بدك تطلع الحمام بدك تلبس اواعيك كاملات حتى تصل الحمام، حمام اسمه الخارج بعيد. نعم. غير عن البيوت هسه. نعم. كل شيء مسكر وكل شيء كذا. الحياة كانت صعبة كثير كثير كثير. كان فيها معاناة. الحمد لله رب العالمين. احنا هسه نعم مرتاحين يعني. في سيارات وفي مصاري وفي اكل وفي كذا. بس والله تعب فكر. في تعب. يعني اول كانت بسيطه الحياه كثير. هسه لا. هسه في فكر. بتنام وانت تفكر، بتصحى وانت تفكر. اقساط وديون وطلبات حاله.